السلام عليكم. غنصايبو اليوم واحد الفطائر محشيه بالجبن ريكوتا تشيز. اولا عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره، درت فيها معلقه صغيره ديال السكر، ندير عليها شويه ديال الماء دافي ونخليها واحد شويه. نزيدو عليه دابا عندي هنايا جوج معالق ديال دانون يوغورت المسوس العادي، جريك يوغورت از جود. عندي هنايا خمارة ديال الحلوى وعندي شويه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الملح. عندي نص كاس ديال الزيت، غادي نزيد شويه الماء انا درت هنايا 500 غرام ديال الدقيق. غادي نعجن، حاول ما تكثروش الماء بزاف في الاول باش ما تجراش لكم باش تجي هي هذيك. غادي نعجنوها العجين كتكون عندنا هكا رطبه، ما كتكونش مجموعه، بحال هكايا. غادي نجمعوها نديروها في واحد طاسه اخرى ونخليوها ترتاح. غادي نغطيوها ونخليوها واحد نص ساعه ترتاح. بالنسبه للحشوه عندي هنايا ريكوتا تشيز، عندي واحد نص ديال البصله صغيره قطعته وحمرته شويه في زيت العود باش ما تبقاش قاصحه، وعندي هنايا معدنوس وشويه ديال الملح. نحركوا هذا الخليط مزيان باش نعمروا به الفطائر ديالنا. هما فطائر تركيه كتجي زوينه بزاف. عجينه ارتاحت، غادي ناخذ شويه الزيت دابا غادي نقسموها كويرات بحال اللي كنديروا مسمن، نديروهم شويه كبار. ديروا الزيت باش ما تلصقش لان العجينه رطبه بزاف، هي خاصها تكون هكا رطبه هكذا. غادي ناخذ العجينه ديالنا وغادي نطلقوها غير بشويه بلا ما تثقل لينا، ولكن خصنا نطلقوها مزيان، غنمشيو معها غير بالخاطر. هي راه معلوكه مزيان ورطبه، نمشيو معها غير بشويه هكايا، بغيناش تقطع لينا. غادي ندهنها بشويه ديال الزبده عندي هنايا دايبه باش تدخل فيها الزبده باش تجي العجينه ديالها مورقه بحال هكذا. ناخذ الحشوه ونديرها على الجنب، جروها حتى للاخر لان ملي غادي نروليوها خص كلشي يكون فيه الخليط. غادي نديرو لها هكايا،
وغادي نلويوها، نلويوها هكا. خدموا معاها غير بالخاطر لان العجينه راها رطبه بزاف هكا، ونخليوها ترتاح ونكملو. نعاود نصايب واحده اخرى راه فيها الخميره مع العجينه رطبه غير بشويه باش ما تمزقش ليكم. كيف قلت ديروا معاها غير بالخاطر. ندهنها بالزبده كيف قلت، نديرو الخليط هكذايا دائما حتى الجناب كيف قلت باش يجي كلها فيها ما يبقاش غير في الوسط. نبداو نروليوها ونبقى غادي حتى نكمل العجين ديالي كامل. دابا العجين ديالنا راه ترخات، غادي نبداو نقادوهم. نقدروا نديروا وحده بوحده، ونقدروا نديروا وحده كبيره في الوسط كيف غندير لها انا دابا. وغادي تطيب وغادي تقطع بالموس، غنديروا هكا. غادي ندوروها بحال المحنشه ونزيدو حداها الاخرى. بقاو تجروها شي شويه هكا العجين، شي بزاف غير شويه، نديرها هكا يا. ندورو غادي يجيونا جوج، كل وحدة فيها ثلاثة. فوالا دابا نصايبو الاخرى. غادي نخليوها تخمر شويه، هذاك ملي كملت ليا الحشوه شاطو ليا واحد ربعه الكريسات، غادي نوريكم حتى هما كيف درت ليهم. تقدروا تعمروهم باي حاجه اخرى او تقدروا غير ديروا ليهم كيف درت لهم انا، غادي نوريكم. فوالا دابا غادي نخليهم يخمروا، غادي نطيبوهم. هذوك الكريسات لي شاتو قرصتهم وضربتهم بالموس، غادي نخليهم يخمروا حتى هما، غادي ندير لهم البيض ونزوقهم من الفوق قبل ما يطيبوا. خليتهم يخمروا واحد نص ساعه. هنايا عندي صفر البيض مع شويه الحليب، غادي ندهنهم مزيان. هما مزيان يتكالوا فريش. انا دابا راه كنصايبهم مع الصباح، غادي نفطروا بهم ان شاء الله. يعني صايبوهم حتى تكونوا يا اما غتفطروا بهم ولا غديروا غوتي ولا جاي عندكم شي حد، ما تخليهمش يبردوا بزاف، كيبغيو يتكالوا فريش باش داك الفرماج ما كيبردش. غادي ندير لهم شويه ديال الزنجلان هكذا، غادي
الزعفران درتو على درجه 350 اللي هي 180، غادي نديرهم في الوسط، وغادي ندير واحد الطاوه خاويه في الطبقه التحتانيه باش تهز شويه العافيه عليهم من التحت باش يتحمروا كاملين من الفوق ومن التحت. وهادو كذلك غادي ندهنهم حتى هما. هي العجين تقدروا ديروا بها بزاف ديال الشكالات. هادو بحال بالنسبه اللي ما بغاش ياكل الفرماج ولا بغيتو ديروا شكل مختلف غير سامبل بحال هكا. هادي غادي ندير لهم بابي سيدز. الفطائر او الخبيزات ها هما وجدوا. صراحه ريحتهم كتشهي. قطعهم بالموس او نقطعهم بيدينا كيجيو هشاش رطبين. بحال هكا بحال بريوش بحال باقي سخون. جربوه غادي يعجبكم، كيجي زوين وخصوصا كيف قلت في كاسكروت او في الفطور مع المذاق ديال البصله والفرماج كيجي زوين. شكرا على المشاهده، نتمنى يعجبكم الفيديو.